هم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق اندريف تقييد محتوى الحساب. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيق اندريف، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغط هنا مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بضغط هنا مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق اندريف. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه سيتم تحديث تطبيقكم اندريف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.